الامتحان كان اليوم سهل، بس انه في اسئله نموذجيه، يعني كيف بدي احكي لك، انه في شيء صعب منها وإشي سهل منها، بس انه بيعتمد كل شيء على الطالب. بس انه كان اهم شيء انه وزير التربيه والتعليم انه لازم يسهل لنا، عم بيحكي لنا انه الاسئله سهله، بس الاسئله بالوضع انها صعبه كثير. يعني هلا الامتحان اليوم سهل، بس امتحان الانجليزي خربوا بيتنا فيه. الامتحان كان كله من رايك من رايك من رايك، بعدين الامتحانات ورا بعض. هاي بكره عندنا نظم، نص يوم حطيت له نظام. بس كان اليوم كتير سهل وروعة، بس هم ضربونا بامتحان مبارح، بس عادي مش مشكلة يعني. بس كتير الحمد لله كان الأسئلة كلهم من الكتاب، وما في شيء كان من خارج الكتاب. الحمد لله رب العالمين على كل شيء، يعني كلهم من الكتاب. أما امتحان مبارح كان شغل تعجيز، بس كانت القصة تعجيز كأنه تحدي بين للطلاب. بس بتمنى الامتحانات كلها تكون زي يعني زي امتحان انجليزي امبارح، كان كتير كتير صعب. بس يعني البنت اللي كتير شاطره من الانجليزي بتقدر تحل. واحنا الفصل الاول كمان يعني كانت نتائج الانجليزي مش منيحه، راح ضربوهم الفصل الثاني نفس الشيء. في بعض المواد صراحه يعني دسمه، فبدها مواد يعني وقت اكثر، زي الاحياء مثلا معنا بس نص يوم، وهي صراحه محتاجه ليومين على الاقل ومراجعه.